مثلا منعنا من دخول شارع الحاج بورقيبة للتعبير عن موقفنا الاحتفال من جهة باندلاع الثورة ومن جهة أخرى الاحتجاج على الانفراد بالسلطة والاستحواذ على السلطات. نددنا بهذا الفعل اللي فيه هضم لحقوقنا طبيعية، هضم لممارستنا معناها للتعبير عن رأينا وللاحتجاج معناها وللتظاهر، ونحن الآن معناها داخلين في مشاورات مع أطراف أخرى لتوسيع تنسيقية القوى الديمقراطية اللي تشمل أحزاب اجتماعية ديمقراطية واللي تشمل معناها شخصيات وطنية كيف السيد عايش الأماني شهيد خشانة التوزري أنور القوسري. فينا بالتحرك 17 ديسمبر وتحرك أول تحرك مرحلة القادمة باش نقعدوا نتحركوا إلى 14 جانفي.